بس مش هيك طلب علينا ولا غير حاجة قلت اصلا الرجال يعني صدق هيز لايك لانه جايز احنا بمكان اليوم مسوين فيستيفال تشاينيز فيستيفال جايبين بها ستريت فود اكل كله صيني فاليوم طبعا فرحانين لانه اخيرا شرفتنا سافره صار لها زمان ما طالعه في القناه فخليكم ويايا ومثل ما اقول احنا طوشبين لا اكيد تعرفها اكيد تعرفها شهوتي ونور ماي بيستيز المهم اللي تابع قناتي اول مره بليز لا تنسون تحطوا لي لايك سبسكرايب شير يس شير اند كومنت كتبوا بالتعليقات شنو اكثر اكله من الاشياء اللي راح ناكلها حتحبوها اي لاف يو جايز وخليكم متابعين ويس سي يو ار يو جايز اكسايتد ناكل يلا باي Are you excited to try الأكل شهودة؟ أنا هم والله يعني اليوم جايين متحدثين على هذا الفستيفال التشاينيزي صايمين لليوم هاي نور صار لي زمان ما طالعة بالقناة ناخذ أول شيء البوتيتا هذول الكريسبي بوتيتوز ذير سو جود الدنيا موت حر وأنا شوف ايش لابسة جتي هيك لابسة يعني I don't know عبالي حر باردة I know لأنه هواء هاليومين صار كلش هواء ريحة القلي أريد أنتحر المشكلة أنا غاسلة هنا القاعدة مال الناس ورا ما تطلب هنا يجون ياكلون شقد حلو Oh my god, hi! You're so cute! Coconut, hi! It's not like this, it's really good. It's so like this, it's really like coconut. Oh my god. It's so healthy. White cheddar and ketchup. Ketchup, okay. Finally, she had the taco. It's so good. It's so good. It's so good. هاي ما اعرف ايش بدي اكل بس يعني لو اموت ما اكل هيك يعني هسه راح اجيبنا مريم على مكان بس شوفوا لي اللوحه مالته بليز هسه يعني كنا خلصانين باللحوم صرنا اخطبوط انا ما حجيب اخطبوط هاي تريد جايز شوفوا هو هذا الاخطبوط اللي راح ناكله لا صراحة شكله ما يشهي اني بالنسبة لي تقول دي تعرفون هم اثنيناتهم هاي تقول الاخطبوط كالاماري وهاي تقول لا كالاماري مو كالاماري بس هي جوية الكالاماري مرات واني ما اكلتها بالفعل اي صح صح كالاماري بس ادري شكله عبالك اخطبوط اخطبوط بس شكله يعني كله احمر وهاي الاخطبوط اني ما راح اكله انتي اكلي ذوقي وعطينا رايك سنسون وخلود هاي جابوا لهم كوكونات جاي صراحة كلش غالي يعني هذا الشيشي الواحد مال اللحم بعشرين دولار يعني صراحة too much بس قلنا نجربه على مود الفيديو ان شاء الله يسوى طيب شيش اللحم اللام
ابو 20 دولار يعني كل قطعه اللي تاكلوها ب 5 دولارات انا ما اعرف ولا فلس يعني اتس تو ماتش او ماي جاد ذات لوكس سو جود سافيرا هو اللي يسويها يس بليز ما اعرف شنو حط عليها بهارات يحطون عليها طيبة؟ زوجت بس فخرت البهارات ما اعرف شنو. هاي جاي مالتك؟ او ماي جاد لا شاد. It doesn't look like this with calamari. It does not look like this at all. سو نور جابت الاكلة اللي انا كنت عاجبني اجيبها. Sticky rice, coconut milk and mango. اوه واو جربتيها لو بعد؟ بهارات مالتي ما ادري يعني تمن ومانجو. اي صدق تمن ومانجو وكوكونات. Actually, أجرب. هاي أول مرة أجرب هيجي أكلة coconut milk is it? With sticky rice or mango. That's such a weird combination. لا طيبة. أباك حلاوة. أباك حلاوة. ها فاكرة شلونها ماتت؟ أذوقها. سافرة طيبة ماتت او ماي جاد فين احسن هذه كلش طيبة البهارات اللي بيها نو هذه ما سافرة اطيب اتس سو جود او ماي جاد شهودة صار دورك شهد خيال طعمها صح او ماي جاد ما ادري وش هي اتس بابريكا اتس سو جود مو طيبه خيال وات مريم طبعا انا مريم بشوفها بالمناسبات والاعياد بس عشان اعرفكم واحنا عايشين خمس دقائق من يم بعض يلا باي باي دائما بيزي بالجيم طبعا لانه مو وقتها يلا باي باي اوكي انا ما حجرب اخطبوط صراحه بس انت قولي لي اذا طيب ما ادري شكله صراحه ما ادري شلونه الله يستر ها ما مطبوخ كذابه نو قولي والله شلون ما مطبوخ طيب لا انت يو ثينك انه ما مطبخ بس وين بقى لا خلاص والله طيب. I'll try والله تعي اوكي نور حتجرب I'll try دبته بالقاع نور مريم نو 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 بس تقول الكالاماري نو ما طيب بيقلعت والله شنو تشوي like a calamari it's not breaded اوكي اوكي very chewy oh I can't do chewy no اوكي خلينا هسه صار دور اللحم وش برد علي let's go يلا I can't you this is normal Yeah. Oh. Huh. Yeah. Hmm. Oh my God, let's go. Hmm. It's really good. Hmm. Hmm. It is really good. Okay, guys. والشغلة الأخيرة اللي حنجربها هي هذه تشيز وبيها شكر. Oh. Yeah. Yeah. Hmm. Really? Can we try? Oh yeah. Oh my God. جبن بس جبن. No way. Oh my god هاي دمار شامل في حق التجارب الاشياء المطيبة Oh my god نور نور لا اقول لهم الكوكونت ميل الكوكونت واتر از يعني اسكى واحد الصراحة لا ام سوري بس جربي هذه واو دي باشوقة طعمها Oh my god. Oh my god. Guys, هاي خيال. بشر شو اسمه تعال جربيها. لا 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 فالطيبة. ما ادري شلون حتعضين بس عضي. ها شهد. It's amazing. هذول ذبوهم بالزبل مريتهم بعد. ها سنسون. كلش طيبة صح خلود جربيها. اسمها بيدك يا. ها خلود
بشر. Yes. طيبة طيبة. لا والله كلش طيبة. ماكو ديزرت. It's okay. هواي أصلاً أكلنا وبطننا هسه يعني الله يستر اليوم بالليل إيش حيصير. ها شهد شهد حالتها حال. صراحة الشمس ضربتني. آه حارة اليوم حارة صدق حارة. حطيها هسه نجيبها. قعدي ارتاحي هسه نجيب لها ماي. اه مسكينه. اي والله لا صدق يعني الجو حر اليوم. anyways guys I love you so much. ان شاء الله استمتعتوا بهذا الفيديو وحبيتوه. وقولوا لي بالتعليقات اذا حابين اسوي فيديوهات مثل هيكي مال اكل تورز بأوتاوا هنا مثلا بالسيتي. let me know حتى اسوي فيديوهات اكثر. I love you all so much. وشكرا لمتابعتكم لقناتي. ومثل ما قلت كتبوا لي بالتعليقات شنو اكثر شيء انتم حبيتوه من الاشياء اللي احنا جربناها. I love you guys. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد عن قريب. يلا باي باي. طبعا مو نفس الحماس. وين البقيه؟ باي. سافره راحت ونور سبسكرايب لايك كومنت ثانك يو. I love you. دزولها هديه. يلا باي.